كتاب 22. يعني المفروض ان انا انبهر ب22 كاتب رعب كاتبين قصص قصيرة باسلوب مستهلك. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ فين؟ ايه الاصوات دي؟ ده جوه كتاب؟ يعني 22 كاتب رعب هيطلعوا عقدهم عليا؟ ده الموضوع بجد. ايه الاصوات دي؟ لا 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 مراجعة كتاب 22. يلا بينا. انا طارق وانت بتتفرج على قناة كوكب الكتب. لو عايز ترشيحات بناء على خبرة 30 سنة قراية، عايز نزع عن المؤلفين والكتاب، عايز مراجعات على اسس روائية سليمة ومحايدة، اشترك في القناة، فعل زرار الجرس. اهلا بيك. شهر ابريل كان شهر تقيل جدا، هجوم فظيع من روايات من كل دول العالم العربي، لبناني، عراقي، اردني، مصري، قصص سياسية، قصص اجتماعية، روايات تقيلة جدا. انا عملت حصاد شهر ابريل، لو لسه ما شفتوش هسيب لك اللينك في الديسكريبشن وفي الكارد، بنصحك بيه بشده لان فيه روايات تقيله جدا وبنتكلم فيها عن البوكر باستفاضه. فقلت لازم افصل واختار حاجه خفيفه تفصلني من جو الروايات السياسيه الاجتماعيه التقيله اللي انا قريتها. فاخترت كتاب 22 باعتبار ان الادب او النوع الادبي اللي هو بيقدمه نوع خفيف، وكمان القصه القصيره بتبقى لايت بتخلص بسرعه. لكن انا كنت غلطان، انا اسف يا جماعه، انا اسف لكل كاتب من ال 22 اللي موجودين معانا في عمل النهارده. انا توقعت ان كل شغلكم هيبقى مستهلك ومداس رعب وجن وعفاريت وتعاويذ والموضوع مشي. توقعت ان انتوا هتبقوا ناحتين شغل احمد خالد توفيق بمنتهى الامانه. توقعت ان انا مش هحس اي حاجه ولا هلاقي قصه واحده تعجبني. توقعت ان انا مش هحس ولا قصه عندكم، وتوقعت حاجات كتيره جدا ومعظمها كان سلبي. انا قلت لو طلعت من الكتاب كله قصتين ثلاثة يبقى ربنا كرمنا من واسع. لكن الموضوع مختلف. وبحب انوه للمرة التانية ان انا مش متخصص في القصة القصيرة. اللي متابع قناة كوكب الكتب بقى لفترة عارف ان انا تخصصي ودراساتي كلها والورش اللي انا خدتها والكورسات اللي انا خدتها على ايد متخصصين كلها بتتكلم في ثلاث حاجات. الرواية الطويلة، فن السرد، النقد الادبي، وفلسفة القصة الطويلة. ولكن انا بقيم المجموعات القصصية والقصص القصيرة على اساس ان انا قارئ خبير بقالي 30 سنة بقرأ كتب، منهم طبعا متواليات قصصية وقصص كتير ومجموعات لا تحصى ولا تعد. وسبق ان انا قلت الكلام ده في مراجعة اول مجموعة قصصية رجعتها على كوكب الكتب، ربيع كاتاموندو الازرق، مدخل للقصة القصيرة الايرانية. هسيب لك لينك الفيديو المهم ده في الديسكريبشن وفي الكارد من هنا. وعشان ابقى منصف انا هبدا على طول وهديك فكره عن ال 22 كتاب بال 22 كاتب، ونبدا بمدينه الملاهي لحسين السيد. القصه دي اول واحده في الكتاب هو خطه في منتهى الذكاء، لان حسين السيد دلوقتي كاتب رعب تقيل في السوق وبيبيع كويس جدا، فهو عنصر جذب رهيب لاول حد يفتح الكتاب بعد المقدمه يلاقي اسم حسين السيد. مش أول مرة أقرأ القصة دي، أنا قريتها قبل كده في مجموعة قربان بشري، وهي عمل منفصل لحسين السيد مجمع فيها القصة القصيرة بتاعته كلها. ولما قريتها تاني مرة اتأكدت من نفس المعلومة. حسين السيد مش كاتب قصص قصيرة. مش معنى إن هو بيكتب قصص طويلة أو روايات طويلة كويسة وليها شغل حلو وبتبيع كويس إن هو بالضرورة يكون كاتب قصة قصيرة كويس، لأنها قصة عادية جدا ولحظة التنوير فيها متوقعة جدا. القصة الثانية دكتور محمود صلاح ليلة في المشرحة. بداية القصة حلوة جدا، التسارع فيها حلو جدا، ارتفاع وتيرة الأحداث ممتاز ممتاز ممتاز، هيخليك تنهك 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 كده وأنت بتقرا الكلام وعينيك بتبرق عايز تعرف إيه اللي بيحصل. ولكن 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 القفلة غير منطقية وغير مبررة وما دخلتش دماغي للأسف. صراحة فاطمة الزهراء بدوي. بص، القصة دي على مستوى الرعب عامة هي مستهلكة. ولكن كقصة أنا أول مرة أقرأ حاجة بالطريقة دي. بمعنى لو أنت حبيت أفلام زي مثلا ما فعلته صيف الماضي أو سكريم أو الجو ده هتحب القصة دي جدا لأنها متاخدة من نفس التيم. ولكن كقصة هي حاجة جديدة تماما، فيها نفس جو التوجس والريبة والقلق وقعدتك على طرف الكرسي. قاتل لأحمد زكي. قصة رعب لطيفة، لحظة التنوير فيها ضعيفة، لكن الوصف فيها حلو، التسارع حلو، البداية كويسة جدا، والوصف فيها حلو جدا جدا.
قصة رعاية شيطانية لإبراهيم حلمي قايمة على فكرة لحظة التنوير العادية المعكوسة، أو لحظة التنوير ثنائية القطب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت تبقى ماشي في خط سير الأحداث، أنت شايف اللي بيتقال ومتوقع اللي بيحصل، وفي لحظة تنوير أنت مستنيها، أهي جاية أهي، أهي جاية أهي، وهوب يخبطك لحظة تنوير معكوسة تماما، منطقية جدا وتخش عليك جدا. مش أي حد بيعرف يعملها، مش أي حد بيعرف يحبكها، معمولة كويس جدا وعجبتني جدا. الجدار الهش محمود جايدي. فكرة مستهلكة، جن وتعويذ وخلص الموضوع. خلص الموضوع؟ لا ما خلصش. أجيب أنا بقى الكلام اللي الناس درسته قبل كده 20 مرة وأطلعه تاني في شكل سرد محترم، لغة كويسة، لحظة تنوير كويسة، يطلع لي منتج جديد مختلف عن المنتج اللي قبل كده وحاجة محترمة جدا. هو ده إعادة التناول اللي أنا اتكلمت عنه قبل كده في الحلقة رقم 50، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن وفي الكارد فوق. لحد هنا المستوى لطيف ولكن لم يفوق التوقعات. قول لي في الكومنتات نتكلم مع بعض، إيه رأيك؟ هل في حاجة شدتك من اللي أنا قلتهم دلوقتي؟ هل قريت أي حاجة لأي كاتب من اللي أنا اتكلمت عليهم دلوقتي؟ زي ما أنت عارف أنا الفيديو هيخلص وهننزل نكمل كلامنا أنا وأنت في الكومنتات، لأن اللي جاي هو اللي اخترت. رواية كل شيء محمود علام. على قدر علمي محمود علام ما بيكتبش رعب، ممكن تصحح لي المعلومة في الكومنتات لو أنا غلطان. لأن القصة دي فعلياً مش رعب، هي تحتمل الرعب، لكن هي قصة فلسفية في المقام الأول، بتاخدك في عوالم تانية خالص، بتوديك وتجيبك، بتشغل لك دماغك، مع إنها قصيرة 8 صفحات بس، إلا إنها غيرت لي وجهة نظري للمجموعة القصصية كلها، وخلتني أتعادل في قعدتي وأبص للكتاب بنظرة مختلفة. وبمجرد ما قفلتها قمت خابط في اللي بعديها. سالي مجدي كلايفن فلتر كلاي بص انا مش عارف انطقها، انا هكتبها لك تحت دلوقتي لان تقريبا ما حدش بيعرف ينطق اسم القصه دي غير الكاتبه. لو باقي اعمال سالي مجدي على نفس مستوى هذه القصه فانا اتاسف ان انا ما قريتش حاجه لسالي مجدي قبل كده. القصة خطيرة مكتوبة بحرفية شديدة جدا، نهايتها متوقعة وما كانش ليها نهاية غير كده، ولكن بتاخدك في دنيا مختلفة تماما من المشاعر والأحاسيس. رعب الاختلاف، رعب الاختلاف ما بينك وما بين حد تاني، رعب انك تعيش مع واحد التغيرات النفسية والجسدية اللي هو بيحس بيها. منطقة محظورة عمري ما شفت حد كتب فيها قبل كده، تابو حقيقي. كمان غنية بالمعلومات الطبية اللي كنت أول مرة أعرفها وأول مرة أعرف سالما. بوابة الشمس، الحارس محمود وهبة. فيها حاجة غلط، مبطورة، فيها حاجة ناقصة. تطهير شيماء خلف، قصة رعب كويسة، مكتوبة كويس، مخدومة كويس، متوقعة نسبيا ونهايتها متوقعة نسبيا جدا، ولكن لطيف. التوازن أحمد بدران، دي مش قصة رعب خالص، دي قصة خوارقيات أو ميتافيزيكس أو ما وراء الطبيعة، لكن مش الجانب المرعب منها. قايمة على فكرة تأثير الفراشة، واللي ما يعرفش ايه هو تأثير الفراشة. تأثير الفراشة هي نظرية علمية حقيقية قائمة على رواية خيال علمي، زي حاجات كتيرة اللي اتأثرت بيها الحياة العملية اللي احنا عايشينها بأدب الخيال العلمي. مثلا الغواصة كانت فكرتها أصلا الغواصة اللي ظهرت في 20,000 فرسخ تحت الماء لجوليفر. نفس القصة على تأثير الفراشة، رواية بتقول إن في واحد سافر بالزمن للماضي، داس على فراشة موتها، لما رجع في عصر الحاضر لقى كل اللي حواليه اتغير. من هنا اتعملت نظرية حقيقية بتقول ان اي تغيرات صغيرة في مجرى الزمن في الماضي هتعمل تغيرات غير متوقعة وكبيرة في المستقبل، وهي دي الفكرة اللي قايمة عليها هذه القصة. صحيح هي مستهلكة قبل كده عن طريق نبيل فاروق واحمد خالد توفيق قطباء هذا الجيل شئت ام ابيت، ولكن القصة مكتوبة حلو، سردها حلو، لغتها محترمة، ونهايتها كويسة. مكعب روبك اسلام عبد الله، دي كويسه جدا ولكن زعلتني جدا. زعلتني عشان المفترض ان ده عمل كامل، المفروض ان انا اشتريت الكتاب خدت 22 قصه ل 22 كاتب ما فيهمش حاجه ناقصه. القصه دي هي مقدمه او الفصل الاول لقصه طويله زي ما الكاتب قايل في اخر سطر، انتظروا العمل الكامل روايه مكعب روبك. صحيح هي حلوه، صحيح انها عجبتني، تقريبا استشفيت انها قايمه على فكره تجربه فيلادلفيا، لغته حلوة ولكن أنا زعلت عشان ما خدتش التجربة كاملة للأسف. مياو مياو نسمع عاطف. قصة رعب كويسة مكتوبة حلو، صحيح الفكرة تقليدية شوية ولكن معمولة حلو ومخدومة حلو، عجبتني. سر الخيال محمد أبو الفتوح. هي مش رعب، هي سيمي رعب، خوارقية أكتر منها رعب.
لكن الاسلوب حلو، لحظه التنوير كويسه جدا ولبستها جدا وعجبتني جدا. لعنة الارض سلمى سيد درويش، الفكره مش جديده، سبق ان انا قريت حاجات زيها قبل كده، ولكن مخدومه حلو، مكتوبه حلو، معمول فيها شغل كويس في التناول، وبالتالي المنتج النهائي كان كويس. الدجال رامي فخري، انا ما حسيتهاش، يعني ما دخلتش دماغي بصراحه، ولكن جرأة الرعب عالية فيها جدا جدا جدا، وتقريبا هي من القصص القليلة اللي انا حسيت بيها بلحظة رعب. كتاب الاسود منى عبد العزيز، قصة رعب تقليدية ولكن مخدومة كويس، مكتوب فيها شغل كويس، السرد فيها حلو، ولحظة التنوير فيها متوسطة. مجمل تجربة كويسة. جزيرة لوكاس احمد ابراهيم، الفكرة مكررة، او ما انا برضه جايب الحاجه المكرره كاتبها حلو ومتناولها كويس، عامل لحظه تنوير كويسه، شادد انتباه القارئ لحد اخر دقيقه، اعمل منتج ممتاز برضه، اعاده تناول رائعه رائعه رائعه، عجبتني. التحفه بدرة فاطمي، تنتمي الى ادب الرعب النفسي، وانا بحب الجو ده جدا، التوجس، الريبه، من غير بقى احشاء بتتطاير ورقاب بتطير ودماغ بتغرق الترابيزات، انا بيعجبني الجو ده صراحه، وعجبتني القصه دي بصراحه. الخدعه محمد المخزن، دي بقى تنتمي الى فكره الحبكه داخل حبكه. يعني ايه؟ يعني انت ماشي في حبكه القصه الاولانيه، يقوم مخرجك من القصه الاولانيه لقصه تانية اوسع، ويرجع بقفله القصه الاوسع يقفل الاتنين مع بعض. مش اي حد بيعرف يكتبها، معموله كويس وعجبتني. إضافة مهمة، المخزنجي هو اللي كاتب أول هذه المجموعة وآخر هذه المجموعة، يعني المقدمة والخاتمة. من غير المقدمة والخاتمة كانت التجربة دي هتنقص كتير جدا، لأن المخزنجي بيحطك بمنتهى البراعة في جو التوجس، فأنت متأهل نفسيا إنك تخش في هذه التجربة. كمان لا يسعني إلا الاعتراف بلغة المخزنجي الجميلة. نحيب مكارم خلف، تنتمي الى الحبكه المتتاليه او المتداخله، تكرار الحبكه عبر الزمن، وان مفيش حاجه بتتغير، واللي هيحصل هيحصل مهما قاومنا القدر. رعب ناضج عجبني جدا. 22 تامر عطوه، تامر عطوه بيتبع اسلوب حلو جدا في كتاباته، اللي هي دي كانت اول مره اجربه فيها، لكن لما قعدت بحثت وراه لقيته بيعمل كل الكلام ده في الشغل بتاعه، وهو انه بيتكلم على صيغه مذكرات تامر عطوه نفسه. يعني في معظم القصص انت بتقرا عن ثلاث حاجات، كاتب بيحكي عن شخصيه وانت كقارئ بتستلم منه. تامر بيعمل ايه بقى؟ الكاتب هو البطل وانت القارئ، بيشيل العلامه اللي في النص او المرحله الانتقاليه اللي في النص، فبيعمل توحد ما بين الكاتب والبطل والقارئ، بيخلي في لينك ما بينكم، بيخليك تحس بمشاعر البطل، بيخليك تخش معاه، تحس بالضيق، بالوسع، بالعرق، بالخوف، بتندمج في مشاعره اكتر، بتعمل توحد. القصه بالفصحى ومتطعمه من وقت للتاني بالعاميه، وده بيرسخ اكتر فكره التجربه الشخصيه. برغم ان الفكره مش جديده، ولكن اكتشافي لتامر عطوه في هذا العمل كان حاجه كويسه جدا، وكمان باكد ان هذه القصه واحده من اقوى القصص اللي موجوده في المجموعه كلها. كده نبقى خلصنا ال 22 كاتب ب 22 قصه، انا طلعت من التجربه دي بشويه اسامي، ان شاء الله هدور على شغلهم وهجيبه. المخزنجي، جعيدي، تامر عطوه، سالي مجدي، احمد ابراهيم، ابراهيم حلمي، وغيرهم كتير. استمتعت بالتجربة بشكل عام، وما اقدرش اقول ان في قصة واحدة في ال 22 ينفع اقول عليها رديئة او دون المستوى، بل ال 22 قصة بيتسلسلوا من اول المقبول الى الجيد الى الرائع الى الممتاز الى فوق الممتاز. محتار بشدة 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 في التقييم، لكن باي حال من الاحوال مش اقل من 7.5 من 10. لو قريت العمل ده ساعدني وقول لي تقييمك ليه ايه في الكومنتات، نتكلم مع بعض ونستفيد، لان زي ما بقول دايما ان احسن الترشيحات التقييمات والمراجعات بتطلع من مجتمع كوكب الكتب، يعني انت. شكرا على المشاهده واسف على الاطاله، ولكن العمل دسم زي ما انت شفت. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس. لا. لا 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 لا، انا اتكلمت كويس، اتكلمت كويس. لا.